أنت إلهي، حبك شفي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي، ها هي حياتي في يديك، افعل بها ما تريد. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب ونفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. يسوع أنت من قلبي، أتوق إليك تعال، ترنم لك شفتاي، أحبك للأبد يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب ونفسي أبدا يسوع، أنت من أريد. يسوع أنت من تنحني لاسمك كل ركبة، ويعترف كل لسان، اسمك يسوع خلاصي، أردده في كل حين. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب ونفسي أبدا يسوع، أنت من أريد.
أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. أحبك يا روح الله، أحبك يا روح الله، وأنت للحياة تغمرني ربي دوما، تغمرني بلا رجوع، تمسحني بقوة، فأنت للحياة تغمرني ربي دوما، تغمرني بلا رجوع، تمسحني بقوة، فأنت للحياة. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. Thank you.
تناهي، إنك حياتي، إنك وجودي، ولك صلاتي وعبودي، ولك أقدم ذاتي يا يسوع يا إلهي يا ينبوع لا متناهي، إنك حياتي، إنك وجودي، ولك صلاتي وعبودي، ولك أقدم ذاتي. إله من إله يسوع المجيد، إنه ابن الله ابنه الوحيد، نزل من السماء صار إنسانا، ولد من العذراء، زار دنيانا. فيا يسوع إلهي لك أقدم ذاتي، فيا يسوع إلهي لك أقدم ذاتي. يا يسوع يا إلهي يا ينبوع لا متناهي، إنك حياتي، إنك وجودي، ولك صلاتي وعبودي، ولك أقدم ذاتي.
للابن الشاطر رح ارجع يا ربي عندك يا الناطر عدروب المحبي تقدم لك قلبي مثل الابن الشاطر وعندك يخلص دربي يا ربي لا ما بديل ولا يم ولا لبس الخواتم بدي قلبك يا ربي يا حبيبي لا ما بديل ولا يم ولا لبس الخواتم بدي قلبك يا ربي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والحياة الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة وكل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين كانت الأمول وجيعة والدموع منها سريعة واقفة تحت الصليب آيتها الأمول القديسة اجعلي جروحا وحيدا في قلبي منطبعا المرحلة الأولى نتأمل يسوع عندما حكم عليه بالموت نجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم يا يسوع يا من قبلت حكما غير عادل أعطنا نعمة الإخلاص للحقيقة ولا تجعلنا نستحق الحكم لأجل ما نسببه من ألام لمن هم من حولنا خصوصا عندما نحكم عليهم ونظلمهم وننبذهم أو عندما نتصرف معهم بافتراء ونميمة إليك يا يسوع المنبوذ من البشر نصرخ ونقول خلصنا يا رب خلصنا يا رب من الكذب وشهادات الزور خلصنا يا رب من العداوات والتحزب والاتهامات المجانية خلصنا يا رب من لغة السلاح والعنف والسأر خلصنا يا رب أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير أمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعم الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين نفسها تلك الحزينة في توجعها كمينة صابها سيف مريب آيتها الأم القديسة
قلبي منطبعا. المرحلة الثانية لنتأمل يسوع حاملا صليبه على منكبيه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا رب، نحن عرضة للألم في حياتنا، وكلنا نخافه من أي نوع كان. نصلي في هذا الوقت من أجل كل شخص يحمل في حياته ألما نفسيا أو جسديا أو روحيا أو معنويا. علمنا كيف نحمل الآلام التي نواجهها برضا وحب وطاعة لمشيئتك، فنشركها مع آلامك على الصليب. لك يا يسوع الكاهن والذبيحة نصرخ ونقول: ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، لأننا ضعفاء أمام الصليب، ارحمنا يا رب، لأننا جبناء أمام الشهادة للحق، ارحمنا يا رب، لأننا خونة أمام رسالة المحبة، ارحمنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة أولى مفادنا الحبيب، آيتها أم القديسة، اجعل جروحا وحيدك في قلبي منطبعا. المرحلة الثالثة لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب مرة أولى. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. بقربنا يا رب كثير من الناس الذين يقعون تحت أثقال الحياة، وقد نكون نحن أيضا منهم في بعض الأحيان. علمنا أن نتضامن مع بعضنا البعض ومع كل إنسان محبط أو متروك أو مهمش ولا يجد أحدا إلى جانبه، وأعطنا القوة كي نساعده على النهوض. فيا يسوع، يا من تسعى كل يوم لإرجاع العالم إليك، نصرخ أمامك ونقول: أعنا يا رب، أعنا يا رب، لأننا نسقط بسهولة، أعنا يا رب، لأننا ننهض بصعوبة، نعنا يا رب، لأننا ندين بلا رحمة من يسيء إلينا، أعنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء. يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين، آمين. كبدت الموت تمر، قد أهل القلب جرى من جرى الابن الحبيب، آيتها الأم القديسة،
اجعل جروح توحيد في قلبي منطبعا. المرحلة الرابعة لنتأمل يسوع ملتقيا بأمه مريم. نجد لك أيها المسيح ونباركك. أيها الرب يسوع، امنحنا أن نشترك بألامك الخلاصية كما اشتركت فيها أمك العذراء مريم، ونصلي لك في هذا الوقت لأجل كل أم تعيش ألام فراق أولادها أو بعدهم عنها، إن كان بسبب الموت أو السفر أو الهجرة أو حتى بسبب مشاكلهم العائلية. فليكن قلبك القدوس وقلب أمك الطاهر بلسما لألامهن. ولكي نلتقي بك مع أمك وأم الكنيسة وأمنا، نصرخ ونقول اشفنا يا رب من ألام العاطفة، من ألام الذاكرة، اشفنا يا رب من ألام الحقد وعدم المسامحة، اشفنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعم الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام، آمين. أي قلب ليس يبكي إذ يرى العذراء تشكي، حزنا أحشاها المودي. أيتها الأم القديسة اجعلي جروحا قلبي منطبعا. المرحلة الخامسة لنتأمل يسوع يعينه سمعان القيروان في حمل الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أيها الرب يسوع، عدد غير قليل من العجزة متروكين في دور المسنين، يرزحون تحت أثقال العمر ولا من يزورهم، وغيرهم الكثير من الأطفال الأيتام المتروكين من ذويهم في المياتم ولا من يسأل عنهم. لأجلهم ولأجل من يعتني بهم ويحمل معهم صليب الوحدة وثقل الحياة، نصلي في هذا الوقت ونصرخ إليك، ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب، كي نخدم المعوقين والعجز والمرضى في بيوتنا. ساعدنا يا رب، كي لا نحطم الضعيف الذي تضعه على دربنا كل يوم. ساعدنا يا رب، كي لا ننسى بإهمالنا من ينتظر مساعدتنا. ساعدنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين. والسلام، آمين. من يطيق مرات تفكر أو بآلام
بأيامها تذكر حين لقاها الحبيب أيتها الأم القديسة اجعل جروحك وحيدك في قلبي منطبعا. المرحلة السادسة لنتأمل يسوع لما مسحت وجهه القديسة فيرونيكا. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أيها الرب يسوع، يا من قبلت عمل الرحمة من فيرونيكا، أعطنا أن نعكس في أعمالنا حبك اللامتناهي، خصوصا مع الملحدين الذين يزرعون الشك في قلوب المؤمنين بك، والذين لم يتعرفوا إليك بعد، والذين يضيعون في متاهات الفلسفات والإيديولوجيات، فنصبح صورتك المشعة في هذا العالم. ولأنك بآلامك طبعت فينا صورتك، نصرخ ونقول أنرنا يا رب، أنرنا يا رب، بنور رحمتك، أنرنا يا رب، بنور كلمتك، أنرنا يا رب، بنور أبيك السماوي، أنرنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا زمان كفاف يوم، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة. معاصي الشعب تلقى بالعذاب يسوع ملقى، محتملا جلدا مذي آيتها الأم القديسة اجعل جروحك وحيدك في قلبي منطبعا. المرحلة السابعة لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب مرة ثانية. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أيها الرب يسوع، خطايانا تتكرر بسبب عنادنا، لكنك تقوم كل مرة لتجدد لنا غفرانك وتمنحنا فرصة التوبة والنهوض من جديد. نصلي في هذا الوقت لأجل من يفتش عن السعادة خارجا عنك ويستسلم للمخدرات والزنا والسرقة والتسلط والمقامرة، تاركا عائلته وبيته في حاجة من أجل إشباع رغباته وشهواته. ولأنك بمثابرتك أدخلت الأمل والرجاء إلى قلوبنا، نصرخ ونقول نشكرك يا رب، لأنك لا تتعب من ضعفنا وعنادنا. نشكرك يا رب، لأنك لا تتردد عن مسامحتنا ولا تقطع الأمل من خلاصنا. نشكرك يا رب، لأنك تعلمنا أن نسامح 70 مرة 7 مرات في اليوم. نشكرك يا رب. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعم الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام، آمين. وترى المولود منها ميتا مفروقا عنها مرتفعا فوق الصليب، آيتها الأم القديسة، اجعل جروحا توحيدي في قلبي منطبعا. المرحلة الثامنة لنتأمل يسوع يعزي بنات أورشليم. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بحكمك المقدس خلصت العالم. أيها الرب يسوع، هناك العديد من الأشخاص المستعدين دوماً ليظهروا حضورك في العالم ويبشروا بمحبتك وبرحمتك، مكرسين حياتهم لخدمة الفقير والمعوز والمريض واليتيم وكل إخوتك الصغار. من أجلهم نصلي في هذا الوقت كي تزهر حياتهم وتثمر ثمار المحبة والأعمال الصالحة، ويمسحوا كل دمعة تذرف. وأنت يا يسوع، يا من بدموعك مسحت دموع العالم، نصرخ إليك، أعطنا يا رب، أعطنا يا رب، أعطنا يا يسوع دموع الندامة بسبب خطايانا، أعطنا يا رب، أعطنا يا رب دموع الحزن بسبب خيانتنا، أعطنا يا رب، أعطنا بغزارة دموع الفرح بسبب رحمتك، أعطنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام، آمين. يا أم يا ينبوع المحبة، امنحيني منك هبة التوجع والنحيب، آيتها الأم القديسة، اجعل جروحا توحيدا في قلبي منطبعا. المرحلة التاسعة لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب مرة ثالثة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك في صليبك المقدس خلصت العالم. أماكن عديدة في العالم تعاني من ضربات الحروب والقتل والحقد والتفرقة العنصرية الدينية، فيا رب أعطنا أن نعيش السلام في قلوبنا كي نكون صانعيه في محيطنا وفي وطننا لبنان وحيثما حللنا. نصلي في هذا الوقت لأجل ضحايا الحروب في كل العالم، خصوصا الأبرياء والأطفال الذين يدفعون ثمن صراع الحكام والمتسلطين. احن علينا يا رب، وأوقف الحروب والأحقاد،
أنت يا من بانحنائك رفعت العالم، ونحن نصرخ إليك المجد لك يا رب، المجد لك يا رب، لأنك تنازلت وصرت مثلنا، المجد لك يا رب، لأنك بنزولك إلى أعماق ظلمتنا أنرتها، المجد لك يا رب، لأنك بصعودك أصعدتنا معك، المجد لك يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا. ولا تدخلنا في التجارب. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعم الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين. امنحي نارا لقلبي يشتعل بيسوع ربي صاحب القلب العجيب. أيتها الأم القديسة اجعلي المرحلة العاشرة، لنتأمل يسوع لما عري من ثيابه وسقي خلا ومرا. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أيها الرب يسوع، يا من تجردت من ثيابك لتعلمنا التجرد الحقيقي، اجعلنا متمسكين بالقيم الأساسية في الحياة، وأعطنا أن ندافع عن كرامة كل إنسان. علمنا أن نفهم معنى الحياء البشري والحشمة والطهارة، فلا نكون بقلة حشمتنا وحيائنا إن كان باللباس أو بالكلام أو بالتصرف سبب عثرة وشك لإخوتنا، لأنك بصليبك منحت العالم مجد وعظمة أبيك السماوي. نصرخ إليك جردنا يا رب، جردنا يا رب، من الأنانية في تعاملنا مع إخوتنا، جردنا يا رب، من الطمع في تعاملنا مع الممتلكات، جردنا يا رب، من حب الجسد والتعالي والكبرياء، جردنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعم الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام، آمين. اجعلي أمي الحبيبة الجراحة الثمينة، قلبنا القاسي تصيب. أيتها الأم القديسة اجعلي جروحات وحيدك في قلبي منطبعات. المرحلة الحادية عشرة، لنتأمل يسوع مسمرا على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك،
لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. نصلي إليك في هذا الوقت من أجل كل الذين يتألمون على فراش المرض والموت. علمنا أن نقبل لحظات الألم هذه، خصوصا ألم نهاية الحياة، بالرجاء والإيمان. أنت يا من على صليبك الطاهر غلبت الألم والموت، لك المجد إلى الأبد. والآن فلنرفع قلوبنا مع الابن المصلوب إلى الآب، وأيدينا مفتوحة بشكل صليب، ولنصلي معه. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام، آمين. ابنك مجروح مؤلم، وهو من أجلي تألم، أعطني منه نصيب. أيتها الأم القديسة، اجعل الجرح توحدي في قلبي منطبيعا. المرحلة الثانية عشرة، لنتأمل يسوع مائتا على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. كلنا نفتقد قريبا أو حبيبا أو صديقا سبقنا إلى بيت الآب، لنصلي في هذا الوقت لأجل أمواتنا جميعا، ونذكر بشكل خاص النفوس المتألمة في المطهر والتي تنتظر لقاء وجه الحبيب. نصلي من أجل النفوس التي لا يذكرها أحد بصلاته، ونصلي كذلك من أجل ضحايا الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية، والذين ماتوا في حوادث السير والطائرات أو غرقا في البحار. ولأنك بماء جنبك طهرت العالم وسقيته، نصرخ إليك، أغمرنا بحنان يا رب، أغمرنا بحنان يا رب، كي لا نتردد عندما تحين ساعة الشهادة لك، أغمرنا بحنان يا رب، كي لا نهرب عندما تأتي ساعة التضحية في سبيل المحبة، أغمرنا بحنان يا رب، كي لا نخاف عندما تدق ساعة موتنا، أغمرنا بحنان يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يوم، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام، آمين. أشركيني في نحيب حينما علق حبيبي، واجرحي قلبي الكريم. أيها
عيسى اجعل جروحا وحيدي في قلبي منطبعا. المرحلة الثالثة عشر، نتأمل يسوع عندما أنزل عن الصليب ووضع في حضن أمه مريم. نسجد لك أيها المسيح ونبارك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا امرأة هذا ابنك، يا مريم لقد جعلك يسوع أما لجميع البشر، وهو الحمل المذبوح بين يديك والذي قرب ذاته من أجل خطايا العالم. نصلي معك اليوم للآب السماوي من أجل أبينا الأقدس بابا روما وكل البطارقة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين جميعا، خاصة من أجل كنيسة ألمانيا. فليعطهم الرب الإله بشفاعتك نعمة الإيمان والرجاء والمحبة، لكي يثبتوا واقفين عند صلبان الحياة التي تواجههم في خدمتهم للإنجيل المقدس. كوني لهم رمز المثابرة والثبات، ومعهم نصرخ طالبين شفاعتك وقائلين: علمينا يا مريم، علمينا يا مريم. عندما تواجهنا صعوبات الحياة ونرزح تحت صلبانها، علمينا الإيمان يا مريم. عندما نفقد كل تعزية بشرية، علمينا الرجاء يا مريم. عندما يواجهنا الناس بالرفض والنبذ وقساوة القلوب، علمينا المحبة يا مريم. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام، أمين. امنحي عبدا دليلا أن يكون لك خليلا ناجيا من الله. أيتها الأم القديسة اجعل جروحا وحيدي في قلبي منطبعا. المرحلة الرابعة عشرة، لنتأمل يسوع موضوعا في القبر. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. نصلي لأجل كل العلمانيين الذين يكرسون من وقتهم ومالهم وصحتهم لأجل البشارة والملكوت، ولأجل كل العاملين في حقل الإعلان والإعلام المسيحي الذين يتفانون في نشر كلمة الله. باركهم يا رب، وبارك عائلاتهم وكل جهودهم، وأعطهم نعمة القداسة، واجعل من خدمتهم نورا يشبه النور الذي أنرت به العالم عند قيامتك من القبر. ولأنك بصليبك دفنت الحزن وأحييت الفرح فينا، نصرخ إليك: ابقى معنا يا رب، ابقى معنا يا رب. في ظلمة اليأس، ابقى معنا يا رب. في ليل التجربة، ابقى معنا يا رب. عندما يتخلى عنا البشر، ابقى معنا يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب
لكن نجنا من الشرير. أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والية الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. أمين. إذ يموت الجسم مني بلغي نفسي التمني مجد فادنا الحبيب. أيتها الأم القديسة اجعل جروحا واحدا في قلبي منطبيا. دخلت بيتك يا الله وفي هيكلك سجدت، فيا ملك المجد اغفر لي ما خطئت به إليك. ما خطئنا به إليك. صلوا عني إكراما لربنا. قبل الله قربانك ورحمنا بصلاتك. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نتخذ صليبك درعا لنا واقيا، ولتكن بركتك علينا طوال هذا الصيام المقدس، فتتنقى ضمائرنا وتطهر قلوبنا ونسير نحو فصحك وقيامتك السير الحسن، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ورجاء الصالح لبني البشر. برحمه ربو لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الرحيم الذي ينتظر عودة الخاطئين ويترقب رجوع التائبين إلى الأب المحب الذي يحن على الابن التائب ويقبله. برحمه ربون. له المجد والإكرام في هذا المساء وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح المحب البشر، يا من منحت كنيستك الصوم المبارك درعا واقيا ودواء شافيا، يا من علمتنا الصوم بصيامك وتضحيتك فأفهمتنا غاية الحياة وجوهرها ومعنى العالم ووجوده وعظم محبتك وعطفك، أفض رحمتك على الناس أجمعين فيتوبوا، لين قلوب البشر أبنائك فيعود إليك ليعرفوك ويحبوك. امنحنا يا ربنا أن نتأمل في صوم الأربعين هذا وثماره، بالصوم والصلاة تطهر النفوس وتعف الأجساد ويسطع نور المسيح على الصائمين والمصلين، بالصوم والصلاة تعلو الروح وتتنقى الأهواء وتفيض الرحمة ويحل الروح القدس في النفس التي خلقت لتكون مسكن الله. والآن نهتف إليك يا ربنا على عطر هذا البخور، أهلنا أن نسبحك بشفاه بارة ونشيدة ملائكية صادرة عن قلوب طاهرة، واجعلنا نقتدي بصيامك ونهتدي بمثالك فنصل إليك ونحمدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين.
يوم الحياة. كوني لنا خير صدى عند الإله نلقى رضا يا أم الله يا أم الحياة. انشر النور يا أم النور في دربنا في قلبنا كي نلقى النور في ربنا يا أم الله يا أم الحياة. يا أم الله أم الحياة كوني لنا خير صلاة عند الإله نلقى رضا يا أم الله يا أم الحياة. اقبل يا ربنا يسوع المسيح بخورنا ودعاءنا، قدس صومنا وصلاتنا وامنحنا رضاك وعفوك فنحمل إنجيلك ونشهد لك بين الناس. برخ مربون ونمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. قادشات ألوه قادشات حيل طنو قادشات لميوتو رحم علي. قادشات ألوه قادشات حيل طنو قادشات لميوتو اترحم علي. قادشات ألوه قادشات حيل طنو قادشات لميوتو اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. بالصوم يفتح باب السماء، من صام يمنح ملك العلاء. رب العلاء يعلي مقامه، من بالنقاء يقضي الصيام. ربي حياتي هب لي رضوانا، واقبل صلاتي صومي قربانا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. تأتي بركة الرب تحل على القارئ وعلى السامعين معا. آمين. يا إخوتي، ما فضل اليهودي أو ما نفع الختانة؟ إنه جزيل على كل حال. إن أول فضل لهم هو أنهم ائتمنوا على كلام الله. فماذا إن كان بعضهم لم يؤمنوا؟ هل يبطل عدم إيمانهم أمانة الله؟ حاشا، بل صدق الله وكذب كل إنسان، كما هو مكتوب، لكي تبرر في كلامك وتغلب في قضائك. وإن كان إثمنا يثبت بر الله، فماذا نقول؟ أيكون الله ظالما حين ينزل غضبه علينا؟ كبشر أقول هذا، حاشا، وإلا فكيف يدين الله العالم؟ فإن كان بكذبي قد ازداد صدق الله لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كإنسان خاطئ؟ والتسبيح لله دائما. هللويا وهللويا.
هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معه؟ ولكن ستأتي أيام يرفع فيها العريس من بينهم، فحينئذ يصومون. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. نصلي. برخ مورابون. برخ مور. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع هذا المثل للجموع: رجل غني أغلت له أرضه، فراح يفكر في نفسه قائلا: ماذا أفعل وليس لدي ما أخزن فيه غلاتي؟ ثم قال: سأفعل هذا، أهدم أهرائي وأبني أكبر منها، وأخزن فيها كل حنطتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة مدخرة لسنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا جاهل، في هذه الليلة تطلب منك نفسك، وما أعددته لمن يكون؟ هكذا هي حال من يدخر لنفسه ولا يختني لله. برخ مورابون. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. أحبائي بهالنهار المبارك يلي كنيسة لبنان عم تصلي بأجمعها بالاتحاد مع نداء مجلس البطاركي وسينودوس الأسافي تحتى لنصلي عنية الأزمة الموجودة بلبنان. الفكرة انطلقت أبونا يوسف بطرس يلي موجود هلأ بكرسي الاعتراف، لما كان برحلة بميديغوريا وكان بزيارة وقت ظهور العذراء عند الشاهد إيفان. المرافق لإله يلي بيضل معه بترجم رسائله، بس عرف أبونا يوسف إنه لبناني، قال له: وصيك رسالة صغيرة من العذراء، بلدكن بخلص إذا كان الشعب تاب واعترف بخطاياه. أخذ هالنداء أبونا يوسف وطلع فيه لعند غبطة البطرك، وبإلحاح طلب منه إنه تكون الكنيسة جامعة بلبنان عم تصلي مع شعبنا عم بتوب. عم لهلا بفسر شو يعني نتوب، مش انه بفوت بغسل خطاياي وبضلني بقراري زيته، تحتالي نرجع نسترد السلام، لان انتو كلكم صرتوا بيقين خلاصنا ما رح يجي من الارض، رح يجي من يسوع. والعذراء عم تحضر لزمن يربح فيه المؤمن، ما نبقى مغلوبين والشر غلبنا والشرير حكمنا،
العذراء عم تحضر تتحمي ولادها. مشان هيك مع كل القراءات السوداء يلي عم يشوفون في قراءة كتير حلوة العذراء بتطمننا فيها لن يغلب يسوع ولا اللي حطوا ثقتهم فيه. نحن ثقتنا بالرب وقت الأزمة بدنا نطلع لفوق، ما تسمعوا بدينايكم شو بيحكوا على الأرض، اسمعوا الرب شو عم بيحضر. الصليب هو من ضمن مشوارنا لعنده. الكنيسة بشي جديد عليها الاضطهاد اللي عم في اضطهاد خفي في اضطهاد ظاهر. يوم من الأيام عاشت الكنيسة فوق 100 سنة بالدياميس تحت الأرض، وكانوا يتسلوا يكبوا المسيحية للوحوش. ما بتصور نحن زماننا هلأ إنه كان أقسى من هيك. على الأكيد نحن نضطهد وتعبنا، لكن الاضطهاد والبري ألامه حاجة للرب حتى ليقدر يطفي الشر ويرد الخطأ للتوبة. مشان هيك كل شيء عم نعانين قدمه لربنا ونتوب، أهم شيء نتوب، لأنه الخطية بدي قلكم بتعطي حق للشيطان يحكمنا. الخطية بتعطيه سلطة علينا. إذا ما تخلصنا منها رح يضل في شيء لقطنا فيه، ومن خلال الخطية رح يضل متحكم بقرارنا وبمستقبلنا. مشان هيك نهار المنشلح الخطية يلي هي بابه تيفوت على الإنسان ومنسكر جرحها بكرسي الاعتراف، ساعتها مثل بيت كان حرامي عم بفوت يظهر يسرقه، وكل ما نفرشه من جديد برجع بينسرق، وما عم نتهنى ونقدر نعيش بسلام. امنا حصلنا البيت، بس هالمطلوب. لما بتعترف بتحصن بيتك الداخلي، بتسكر هالباب الاسم الخطية وبتمنع هاللص. مشان هيك سميه يسوع بالإنجيل لص حرامي. مش هيك اختار اللقب يسوع، لأن شغل الحرامي شو بينطر؟ عشو بينبش؟ عطاء مفتوح حتى يزق منها ويفوت ينهبك. طاقته بابه الشيطان خطيتك. لما بتعترف بتسكروا هالباب، وساعتها بتعزل. إذا بده يفوت يخرب ما بقى فيه، تحصن البيت. ولما بتتناول بتحط يسوع حارس على الباب، وساعتها إذا بده يقرب حدا معركته مع يسوع بتبطل معركته معك. هيدي حقيقة التوبة، إنه نسكر الخطية فينا. الخطية بتبلش بالقلب، مش شي من برا بتجي، من جوا. لما نبلش إلغي الحب ببلش محل الحب دغري، بيجي الكراهية، حب المال. لما بيغيب حبك لله دغري القلب بده يعبي بمطرح تاني، وهون ساعتها منروح على عمل الخطية. التوبة طلعوا الابن الشاطر بكرة أحده، هاي الخطية، قال له أقوم، قال له أعطني مالي وخذ ملكة ودار ظهره وفل. هاي الخطية، تبرم ظهرك لله ويبطل في علاقة بينك وبينه، تقطع علاقتك بالرب، يتوقف صلاتك، يوقف قداسك، وتكسر إرادته بحياتك. هاي برمة الظهر. شو كانت التوبة؟ شو قال الابن الشاطر؟ أقوم وأعود وأقول له يا أبتي قد خطئت إليك وإلى السماء، ولست مستحق أن أدعى لك بعد ابنا. التوبة ترجع تبرم وجهك لله وتقول له ما إلي غيرك، أنا تايب، بندم عن كل شيء عملته، ساعدني ارجع أسس على حياة حلوة معك. التوبة قرار، أقوم وأعود، مش بتروح تعترف وبتبقى بموقعك وبيبقى لسانك بحكيه والمئزي وقلبك مغارة علي بابا. مش هاي توبة، فيناش نضحك على الله. عهنية بدنا نصلي حتى لي بلدنا يسترجع سلامه، والرب من خلالنا بنعمته يقدر يعمل خلاص، وأرضنا تنعم بالسلام. أمين. نؤمن بإله واحد. علماء يسوع المسيح ابن الله الوحيد من الآب قبل كل الدهور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصارت
وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. علمني ربي أن آتي إليك حاملا ما لدي، أن ألقي نفسي بين يديك وأنت تحنو علي. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية، بدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت، لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية والدة الله مريم والديس تريزيا وجميع القديسين. أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء الكنيسة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، بلادنا وشعبنا وشرقنا. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. يهمني بالسماء يا حامل هموم الناس، صلاتي بالدماء إليك بها القداس، بعيدك الحلو زهر وجه الكون، يا مريم العذراء بدقت الكاس، يا رفيقة الإياه بالصلاة والإيمان، غمرينا بالسلام والهنا والأمان، في ضيعها الأرض المحبة والحنان، يا مريم العذراء احمير ابنان، نامي بقلبي بروحي بعيني، يا أمي يا حنوني يا أغلى من عيني، نامي بقلبي بروحي بعيني، يا أمي يا حنوني يا أغلى من عيني. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، امنحنا وأهلنا جميعا
أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام لك يا أبتي كاهن الرب ويا شماس البيعة ويا إخوتي بالمسيح. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. بارخ مورابون، أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلى. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنجرد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. قبل ألامه المحيا أخذ الخبز بيديه الطاهرتين وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا منه جميعكم، هذا هو جسدي الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يكسر ويبذل لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. آمين. كذلك على الكأس الممزوج خمرا وماء بارك وقدس وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منه جميعكم، هذا هو دمي دم العهد الجديد الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين يهرق ويبذل لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. آمين. اصنعوا هذا لذكري، كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب
ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا. فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني. نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تدرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري آليسون، كيري آليسون، كيري آليسون. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. أحبائي، أذكركم نحن من بعد القداس رح يكفوا الكهنة الاعترافات، كلنا رح نكون موجودين للساعة 12 عند منتصف الليل، والإربان رح يكون مسجود ومصمود على المذبح. يلي بحب يكفي معنا بالصلاة كله على نية بلدنا حتى ليستعيد سلامه. وهلأ منقدم نوايانا بقلبنا، وما مننسى نذكر كنيستنا، خاصة كنيسة ألمانيا، نذكر البابا الأسقف الكهنة راعي هالأبرشية وكل الرهبان والمكرسين لعمل الخدمة والبشارة. اقبل يا رب نوايانا، ارحم موتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. هيمنا قربنا وطمنا من كاس المحبة إربان الفداء عم يدخل لقلبي عطول المدى. من كاس المحبة إربان الفداء عم يدخل لقلبي عطول المدى. رح شيل الأشواق من نفس العطشاني لحتى تلقاك ربي بالإرباني. رح شيل الأشواك
من نفس العطشاني لحتى تلقاك ربي بالقرباني. بإيمان وبثقة بالرب إنه بينا وبحبنا نفتح قلوبنا ومنصلي. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي بالجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس تعطى للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله. اخوتنا على التريبيون نتمنى عليكم تنزلوا تتناولوا تحت. يا شعبي وصاحبي أين عهد الإيمان؟ أين الوفا بالحب والوداد والعدو؟ دفعتموني للهوى وما بين الصيم، صلبتموني عريان. ترى صار هذا جزائي، ترى من هو المدعي وما هو وجوب قضائي؟ أما تذكرون الجميل؟ أما
سخائب. كم عليل كم سقيم قد شفاه اعتنائي. يا ناظرين شدتي يا مبصرين بلوتي يا سامعين بكائي وحسرات والدتي. هل وجدتم من بلي أصابته مصيبتي؟ هل من سقاك سيم واستطعم مرارتي؟ يا مريم أمي نحبك يزيد أدمعي. ارحميني اسكتي اتركيني ارجعي. يا أبتان ماذا تتركني بوجعي؟ خلقتني الحسرة وتمزقت أضلعي. لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد كل خائن تباركت أيها الصليب المقدس خشبة الحياة هادم الضلال وواهب العالم الخلاص. أنت راية الظفر في المعركة، بك صنعت الآيات العجيبة. إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار، بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح. بك ترتفع الكنيسة ويصان أبناؤها، بك تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا، بك تمحى زلاتنا ويزيد برنا، بك يدرك المؤمنون الكمال، بك يتسلح الأحياء، بك يستريح الراقدون، بك نستظل في اليوم الآخر، ومعك نسير إلى منزل الحياة ونرفع المجد إلى المسيح الكلمة الذي صلب عليك وإلى أبيه وروحه الحي القدوس إلى الأبد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس.
بعد زيح الصليب والبركة الختامية منرجع نصمد القربان لغاية منتصف الليل. مات ابن الله معذبا عنا فوق الصليب وأسلم روحه لأبي رب الكون العجيب شققت الصخور وتفتحت القبور واستولى العنا على كل المامور طعنوا بالرمح قلب الذي به كل شيء كان فجرى منه دم وماء أحيا بني الإنسان إن قلبي عتمود أبصر شمس البر المنير على عود العريم مصدوبا وهو الإله القدير حزنا جدا وبكت بدمع غزير إذ رأت جراحه وآثار المسامير خضعت وقالت له ها أنا يا المنى ساجدة مع أولادي إذ مت لأجلي. قامت مريم بنت داود حذاء العود تندب ابنها المصلوب بأيد الجنود رمح الحزن غائص في نفسها ومن ألمه كابت عن حسها ثم فاقت الوالدة وصاحت يا ولدا حبيبي حبيبي يا ولدا خاطبني كيف أراك عريان ولا أندبك يا ابني أوجاعك حرقت أكبادي ألمك خرقت
سيدنا يسوع المسيح وذكر آلامه المقدسة تستقران في قلوبكم، ورسم صليبه الظافر ينجيكم من جميع أعدائكم. باسم الآب والابن والروح القدس.
لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك. في الجلجثة في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. لبن وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. لبن وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتدوك للصلب هناك. في الجلجثة في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج. صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. حاكموك عيروك لبسوك صليب الغار. بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أثاك بحبك المتجدد. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتدوك للصلب هناك. في الجلجثة في الجلجثة فوق
الصليب في الجلجثة.